طيب انا سايبه عندي البيض والسكر وشويه الزيت عندي بيعملوا ايه؟ تعالوا بس نشيل دي كده، بيتضربوا مع بعض على النار، هي بنستخدم فيها لبن مغلي، وما تقلقيش ولا البيض هيستوي ولا هيحصل اي مشكله، هتطلع معاكي اكتر من روعه. وعندي اهي الزبده، تمام كده؟ يبقى هغلي الاثنين دول مع بعض. شغل كده النار ونعلي النار بقى على الاخر عشان ايه ننجز على طول اهو. بس كده زي الفل. تعالوا نشوف هنعمل ايه. عايزه كمان اضرب الكريمه لان عندي كذا حاجه، فعايزه الحق معاكم اعمل كل حاجه ان شاء الله. طيب تعالوا نجيب كده بوله، هحط فيها ايه عندي؟ دقيق، خلي بالكم كده، وعندي كاكاو خام، استخدمي نوع كاكاو خام حلو عشان تطلع معاكي مظبوطه، ورشه ملح ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. تمام كده ماشيين لحد دلوقتي واحده واحده اهو، مفيش حاجه صعبه ولا حاجه فيها مشكله. والله الكيكه دي لو جربتوها يعني خلاص هتفكي بقى عقده ان الكيكه عندك بتهبط بيجرى لها اي مشكله. حط كده دي ونبتدي نقلبهم اهو. يبقى انا حطيت عندي هنا ايه؟ حطيت كاكاو، حطيت بيكنج باودر، حطيت الملح، وحطيت الفانيليا حطيناها هنا خلاص، وهنزل بالخليط ده اهو زي ما انتم شايفين. بصوا لونه فاتح ازاي وجميل، حلو جدا، سيبوش ولا نقطه اهو. الزبده عندي ابتدت اهي كمان تسيح. الفكره بقى ان انت ممكن تستخدمي الكيك ده عندك في اي وصفه تورته، يعني حاجه زي اللي انا هعملها معاكم دلوقتي دي هتبقى معاكي حلوه جدا اهو. شايفين الخليط عندي ماسك ازاي؟ اول ما اللبن المغلي والزبده عندي تنزل خلاص هيبقى زي الفل. فانا هركنه دلوقتي لحد ما الزبده مع اللبن تغلي ونكمل مع بعض نعمل الكريمه سريعا. الكريمه عندي مقاديرها دي خلاص اهي كمان هتفك. تعالوا نشوف مقادير الكريمه. عندي كريم شانتيه خام بدون سكر، وعندي كاكاو بسكر، يعني تعملوا معادله بقى بين ده وبين ده، وعندي كمان اللبن، مش هضيف الكميه كلها، وعندي القهوه سريعه الذوبان اهي. حطي بن لو مش عايزه تستخدميه، ممكن تستغني عنه خالص عشان الولاد لو مش حابه ان هم ياخدوا حاجه فيها نسبه كافيين. وادي كيس اللي هو كابتشينو بندق، تمام، والشوكولاته اللي هي السبريدنج، جيب بس سباتيلا. ودول ابتدوا خلاص، فاضل دقيقه وخلاص على كده اهي. جو هنا تلج بقى، مش عايزه اقول لكم يعني الشوكولاته كانت زي الفل قبل ما ندخل، بس الجو تلج اهي. نزلوا كله ما تسيبوش ولا نقطه اهي. ناخد دي كمان اهي بس كده زي الفل. هاخد الكلام ده كله عندي اضربه هناك، ولو حسيت ان القوام تقيل شويه هبتدي ان انا ازود شويه لبن. دايما خليكي انت يعني المسيطره في الموضوع ده عشان ما الكريمه ما تفكش منك وتحسي ان هي خلاص بقت سايبه مش تعرفي تشتغلي بيها. تعالوا كمان نشغل النار دي على الهادي كده اهو. صباح الورد يا امنيه، يا امنيه علي الصوت يا امنيه معلش، مش سامعاك يا روح يا امنيه. طب ارجعي كلميني تاني. هزود شويه اللبن. شوفوا بقى انا دلوقتي اللي متحكمه، سواء تطلع تقيله تطلع خفيفه، انا اللي في ايدي الماده السايله عشان ما اروحش صب مره واحده اللبن او الميه ايا كان، او حتى الكريمه ايا كان انت هتضربي بايه، فتروح سايبه معاكي ومسيله ويبقى فيها مطه ما تبقاش حلوه ابدا. زود شويه لبن كمان. اخر حاجه هضيفها عندي هي الويفر الابيض وشوكولاته بسكوت الشوكولاته الصغير ده اللي بنفكه اتنين من بعض، وابتدي ان انا خلاص تبقى كريمتي جاهزه. هسيبها تتضرب شويه وتعالوا نشيل كده دول خلاص. يعني عايزه اقول لكم ان احنا في المرحله الاخيره، ما تقلقيش البيض مش هيستوي ولا الكيكه هتزفر ولا هيبقى فيه اي مشكله. لبن والزبده غليوا عندي، اسمي بالله واروح نازله
كل الخليط وتمام التمام. انا ما نزلتش بالخليط ده على البيض مباشره، فبالتالي خلاص البيض اتضرب مع السكر ومع الزيت، فخلاص واحده واحده كده عشان بس يفك من المضرب اهو. شايفين بينزل ازاي؟ واحده واحده كده. شايفين الكيكه دي بقى بتطلع هشه جدا وفي نفس الوقت مرتفعه، ويعني زي ما قلت لك كده لو انت مقلقه او بتخافي ان انت تعملي سبونج تقدري تعملي الكيكه دي بكل سهوله وانت مطمنه. شايفين بيفك معايا ازاي بكل سهوله؟ ريحتها روعه. لو انت بقى عايز تعمليها مثلا فانيليا تقدري تعمليها عادي جدا، تشيلي كميه الكاكاو وتحطي بداله دقيق. صباح النور يا ملك. الو. ايوه ازيك. انا كنت عايز اسال عن طريقه الجلاش بالكريمه المحشيه. جلاش مسكر بكريمه. عيوني حالا دلوقتي اقوله لك يا روحي. صباحك زي الورد، تسلم لي عيوني. بصوا تعالوا كده شوفوا معايا القوام عامل ازاي بعد ما كانت كلها ماسكه في بعض اهي. روعه روعه الكيكه دي، ان شاء الله تجربوها وتعتمدوها عندكم ما تغيروش المقادير ابدا. طيب تعالوا نشوف الكريمه عندي هنا اخبارها ايه. اخر حاجه هضيفها هي ايه؟ خلاص الكريمه عندي ربطت وشكلها وريحتها تحفه جدا. هنزل بقى بالويفر وهوريكم شكل الويفر اللي احنا بنفطر بيه كده الصغنن ده اللي بيكون محشي شوكولاته، هضيفه عندي واضيف البسكوت المكسر والبندق اخر حاجه عندي. تعالوا بس اشيل كده دي. بصوا ما شاء الله الكريمه متماسكه ازاي اهي، وادي البسكوت. وتعالوا نقول كمان نضربهم ضربه خفيفه ونقول الجلاش لحبيبتي القمر اللي كلمتني. عندي لفه جلاش بقسمها نصين، ببتدي اجيب فورمه عندي للفه الجلاش حوالي مقاس 28 او 26، ادهن شويه زبده وابتدي احط الطبقات بتاعتي وبين كل ورقه والتانيه شويه زبده على زيت او زبده على سمنه، يعني اختياري طبعا اللي انت عايزاه. بعد كده ببتدي اعمل كريمه زي المهلبيه بالظبط بدون سكر، كوبايه لبن قصادها معلقه كبيره من النشا، معلقه كبيره من الزبده، معلقه كبيره من الكريم شانتيه، واقلب كل ده على البارد وبعدين ارفعه على النار واسيبها تبرد، وابتدي ان انا احشي بيها الجلاش واكمل نص اللفه الثانيه بنفس الطريقه. اقطعه قبل ما يدخل وسيبيه كده 10 دقائق وبعدين دخليه فرن سخن على 180 لمده 25 دقيقه. يخرج من الفرن يقابله على طول الشربات الثقيل البارد وهيبقى معاكي زي الفل. لو حباه طري غطيه اول ما تسيبيه. خلاص انا دي كمان هديها بقى ايه؟ نعمل الجناش كمان سريعا. هدي بس النار على دي وتعالوا نشوف. طيب الجناش الاقتصادي عندي مقاديره ايه؟ لو ممكن نستاذن استاذ بقى كده ينزلها لنا على الشاشه نشوف المقادير بتاعتها. معايا اللبن والكريمه والشوكولاته اهو. يفضل تدفي اللبن الاول تمام عشان تبقى ايه تسيح على طول ما تاخدش وقت. وادي القهوه سريعه الذوبان. فاضل عندي الزبده احطها لما تخرج عندي من الميكرويف. ما عندكيش ميكرويف حمام ميه يعني مش لازم تتقيدي بالموضوع، هشيلها ادخلها الميكرويف واجي لكم على طول عشان نكمل سوا. يلا بينا. يعني 30 ثانيه كده، ب 30 ثانيه عشان تفك معايا وتبقى مظبوطه وزي الفل. طيب ادي الكريمه عندي كده خلاص، تعالوا نزود لها كمان شويه البندق اهو وخلاص لفه كمان وابتدي بس خلاص كده. انا اللي جهزتها قبل الهوا جهزها من امبارح عشان لازم تسقى كويس جدا. عملتها بيضه يعني ما حطيتش فيها كاكاو ولا شوكولاته سبريدنج، فقلت ايه عشان لما نيجي ناكل هنا يبقى واحده بشوكولاته وواحده بيضه عاديه للناس اللي ملهاش في الشوكولاته. تعالوا بقى اهو نبتدي نشتغل على طول. طيب عندي طريقه التورتايه بقى، فك لكم بس دي الاول اهي. بسم الله اهي. احنا هنعمل نفس الشكل ده شايفين، ابتدي افك كده الاسترتش اهو اللي هعملها حالا معاكم نفس الشكل ده. اي بوله عندك او حتى علبه بلاستيك تبقى بنفس الشكل اهو. هعمل كده سمي بالله
وننزل نشيل الاسترتش على طول. دي بايته من امبارح في التلاجة عشان لازم تربط كويس جدا. اهو ده عندي الجماش الاقتصادي اهو، شايفين الشوكولاتة ابتدت تدوب ازاي؟ خلاص اهي نقلبها كده لحد ما تفك خالص، وبعد ما تفك تماما وتربط معايا هبتدي ان انا اعمل ايه؟ احط الزبدة عندي وخلاص تبقى جاهزة على كده. هي لسه عايزة سنة كمان عشان الشوكولاتة تدوب، فممكن على ما صب دي نشوف دي كده تدخل دقيقة او اقل من دقيقة الميكرويف. خلاص ده بيكون اهو نسيحها بس سنة. دي نفس اللي انا دخلتها دلوقتي الميكرويف، بس دي انا عاملاها من قبلها، وبصوا اللمعة عندي من الزبدة ولا كريمة ولا اي حاجة، وطلع عندي تجنن. هنصبها دلوقتي على التورتاية اهي، تعالوا كده اهي، بحط عندي شوية البندق، نحط شوية البندق هنا اهو، حطيته بعد ما بردت تماما، وبعدين هنزل بيه هنا على دي. اعمل بس كده نقلب كويس. معلش انا هعمل معاكم دي كمان، حتى ممكن اعمل طبقة واحدة عشان بس تشوفوا الفكرة. سميه بالله، تعالوا ننزل بيها على طول. بسم الله، واحدة واحدة كده، كل الزيادة عندي هتنزل فين؟ في الصينية. شايفين بقى طبقات عندي جوه روعة، المفروض الفها عشان كمان انزل ايه مظبوط اهي. سيبها بقى تتصفى براحتها خالص، وشايفين الطبقة الشوكولاتة متماسكة عندي جدا، شكلها روعة. حاول اقطع معاكم حتة، تعالوا بس نشوف سريعا ايه هنعملها ازاي. الكيك بيدخل فرن سخن على 180 لمدة 20 ل 25 دقيقة اهي، هسيبها تتصفى. تمام. طيب انا هعمل دلوقتي المقادير، هركب حتى طبق واحد عشان تشوفوا الفكره. بغلف اي بوله عندي بالستريتش، وبعدين بجيب شويه من الكريمه. اجيب لك كده تي اهي، شويه من الكريمه، وابتدي ان انا اعمل ايه كده على بس الطروف. تمام جدا. كده تمام. هاخد طبقة من الكيك احطها هنا كده، واضغط عليها كويس جدا، واحط شوية ايه من الكريمة اهو. تمام شايفين الفكرة اهي، واخد واحدة تانية اهي، اضغط عليها كويس، وبعد كده طبقة من الكريمة. وزعي انت بقى يعني ايه، سبسبي الموضوع براحتك. شوف السهولة في دقيقة، وادي اخر طبقة اضغط كويس جدا جدا عليها، وابتدي اقفل كده. بقفل الاسترتش بقى عندي ده كده، وتدخل مش اقل من 10 ساعات التلاجة لحد ما تبقى تطلع زي ما احنا طلعناها كده سوا اهي. تمام. عايز تسقي بقى الطبقات اسقيها، عايزه تسيبيها زي ما هي، يعني عايزه اقول لكم ان هي ممكن والله تتقلب كده، بس انا هسيبها ساقعه. تعالوا بقى نقطع حته من دي سريعا على طول، مش هناخد وقت في اقل من ثانيه اهي. تعالوا بقى نرفعها هنا. البوله الثانيه الكبيره دي اللي هي شبه الكاس، نفس المكونات بالظبط، بس انا زودت فوق شوكولاته وزودت زبده لوتس اهو كده. سمي بالله، انت ترفعي بقى ايه بسكينه. سمي بالله اهو، هذه الشوكولاته يا شيف سيد لو ممكن اهي. شايفين شكلها، هقطع حته دلوقتي وناخد فاصل جري. طبعا لازم تسقع، يعني دخليها تسقع كده عشان ايه تبقى مظبوطه اهي. تمام مظبوط بس كده، وتعالى نسمي بالله ونقطع. السكينة ماشية يعني بصوا طراوة جوه، مش قادرة أقول لكم. نجيب شيالة
وخلاص نبقى خلصنا. سمي بالله اهو، يلا بينا اهي. ايه رايكم بقى؟ روعه يعني. وشوف التانيه دي عملتها في دقيقه. شوفوا القطعه دي عايزه خمسه بياكلوها، مش فرد واحد. سهله جدا وسريعه، ان شاء الله يا رب تجربوها وتطلع معاكم زي الفل.